ينضم لنا عبر الهاتف الصحفية رينا نيتشز الصحفية الهولندية. في البداية، هل تتابعين ملف حقوق الصحفيين في مصر؟ أنا أتابع أي ملف. أنا ما سمعتش كويس. هل تتابعين ملف الصحافة والصحفيين في مصر؟ طبعا يعني ما الجديد؟ بالتحديد يعني، وأنا شفت كمان يعني إغلاق موقع الكاتب، و كان يعني 9 ساعات بعد يعني طلع يعني ده حاجة غريبة قوي. أنا قريت إن جمال عيد محامي، نعم أستاذ جمال عيد، هو قال يعني ده ما حصلش حتى يعني في تونس يعني في أيام بن علي، وحتى في السعودية ده ما حصلش يعني 9 ساعات بس وبعدين إغلاقها على طول. سيدة رينا، ماذا يعني لك إغلاق هذه المؤسسة الصحفية الجديدة خلال هذا الوقت الضيق؟ يعني أنا افتكرت يعني أفكاري يعني يمكن ده آخر أو تقريبا آخر موقع في مصر اللي لسه موجود، يمكن آخر حاجة بالعربي عشان مدى مصر لسه موجود بس ده بالإنجليزي، ومش خايفين يمكن عشان مصري مش كل مصريين بيقرا الموقع الانجليزي. صحيح. بس افكاري يعني دلوقتي يعني السلطه خايف من موقع يعني الجيش المصري العظيم زي ما هما بيقولوا، هما خايفين من موقع اخباريه يعني بالنسبه لي ده ضعف جدا يعني ده اشاره ضعف يعني. نعم. يعني مستحيل ان ما فيش اي حريه دلوقتي يعني في مصر بالنسبه للاعلام. نعم. كلامك مهم جدا، انه الجيش المصري كما يدعون العظيم يتدخل لاغلاق مؤسسه صحفيه وموقع زي موقع كاتب خلال 9 ساعات كما فهمنا من كلامك، لكن خلينا اسال لحضرتك سؤال مهم جدا. مع هذا الاغلاق لهذه المؤسسه الصحفيه وغيرها من عمليات الانتهاكات التي تمارس في حق الصحفيين ومن يمتهنون هذه المهنه، ما هو مستقبل الصحافه في مصر؟ لا بالنسبه لي المستقبل يعني انا شايفه المستقبل بالنسبه للاعلام المصري يعني ايام سوداء قوي دلوقتي. ايام سوداء قوي يعني قوي يعني. نعم. زي في السعوديه زي في الامارات بحرين مثل السعوديه والامارات. نعم ولازم يكون في تغيير يعني ان شاء الله دلوقتي يعني بعد مقتل السيد جمال خاشقجي. نعم، لعل يكون هناك في القريب العاجل. أيوة. نعم. يمكن الغرب في الآخر يعني بتغير موقفها وما فيش دعم يعني للأنظمة العرب، وخطوة خطوة في تغيير إن شاء الله. أنا أفتكر ده لازم يكون يحصل من 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 من, من الاتجاه يعني الغربي يعني إن نعم. إن شاء الله يعني هما عايزين يغيروا الموقف وإن شاء الله. بس دلوقتي أيام سوداء للأسف الشديد. أيام سوداء، يعني الحقيقة كلامك مهم جدا ويعبر عن الواقع اللي تعيشه مصر وعالمنا العربي والإسلامي. نهاية مع هذه القضية التي أثيرت مؤخرا كما تحدثت، قضية جمال خاشقجي وردة الفعل الحالية التي كما قلت جاءت متأخرة لكنها في النهاية وصلت ومن الممكن أن تضغط على الحكام في عالمنا العربي. بشكرك جدا أستاذة رينا نيتشز الصحفية الهولندية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.